النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون حول الحالة الجوية المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع. المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة هي ارتفاع على درجة الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع مقارنة بالأيام الماضية، وعودة الطقس الصيفي الاعتيادي في عموم المناطق، وطقس مناسب للرحلات في أغلب المناطق. صور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح في عموم المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، هي ناتجة عن انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل بالتزامن مع ارتفاع في نسب الرطوبة. هذه الظروف الجوية تعمل على تشكل هذه الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح، لكن سرعان ما تتلاشى هذه الغيوم خلال ساعات الصباح المتأخر وساعات الظهيرة. انتقل وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الخميس وحتى يوم السبت، أي خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع. اعتبارا من يوم الخميس ترتفع قليلا درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية لتعود لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بعدما كانت أقل من معدلاتها في الأيام الماضية. بالتالي خلال النهار يسود طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق، أما خلال الليل تنخفض درجات الحرارة ليصبح الطقس لطيف إلى مائل للبرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية وأيضا المناطق السهلية. بالنسبة للرحلات والنشاطات الخارجية ستكون مناسبة، لكن يرجى أو ينبه من التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر، وأيضا ينصح بالإكثار من شرب السوائل أثناء ممارسة أي نشاطات خارجية خلال ساعات الظهيرة والعصر تحديدا. ننتقل للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يصبح طقس صافي مع 20 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة أيضا طقس صافي 28 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 21. يوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، طقس صافي 29 إلى 20 درجة مئوية، ويوم الأحد 29 إلى 21 درجة. في نهاية نشرتنا نستعرض وإياكم هذا الفيديو، حيث تعرضت مدينة تويكنهام ببريطانيا عصر يوم الأربعاء لاضطرابات جوية قوية، حيث تأثرت المدينة بعواصف رعدية ترافقت بهطول الأمطار الغزيرة والرياح الهابطة القوية. في هذا الفيديو ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.